في حقيقة اليوم كانت دورة استثنائية ثانية اللي كان في جدول الأعمال ديالها هو تكوين اللجان الدائمة. استطعنا في هذا اليوم هذا رغم اختلاف ديال الأحزاب كاينة أننا نديروا التمثيلية ديال جميع الأحزاب في اللجان، وكذلك استطعنا أننا احنا بصفتنا كيساريين في المنطقة أننا نضمنوا جميع التمثيلية لجميع الأحزاب مكونة للتحالف ديال اليسار، وخدينا لجنة ديال المالية مع وجود رئاسة نيابة ديال رئاسة سيدي بليور، وبالتالي فمن هذا المنطلق هذا غادي ننتجؤوا إلى نشوفوا المصالح ديال الساكنة، لأن الآن غادي ندوزوا اللجنة المالية لأننا توصلنا بمنحة اللي مقدمة لنا مجلس المدينة باش نصوبوا البرنامج ديالنا، وغادي ننزلوا نشتغلوا عليه إن شاء الله.